الضاحية الجنوبية لبيروت تعيش أوضاعاً مزرية بعد أن دمرت غارات جوية إسرائيلية العديد من المباني، وجاءت بعد أن أطلق حزب الله اللبناني أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، ونقلت جرافات الأنقاض من موقع غارة جوية إسرائيلية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بعد أن دمرت غارات شنت في وقت سابق عشرات المباني أو ألحقت بها أضراراً وتسببت في حرائق في المنطقة. بالليل الساعة 10:30 ضربوا المنطقة هون ضربة قوية، وكانت الخسائر كتير. الحمد لله رب العالمين، أرواح ما في، بس الخسائر كتير قوية والطرقات كانت مسكرة. وأنا الحمد لله رب العالمين يعني أخذ عهد على نفسي أن أفتح مداخل البنايات حتى العالم تلحق تنزل إغراضها. وأطلق حزب الله اللبناني نحو 250 صاروخاً وقذيفة أخرى على إسرائيل، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص في واحدة من أعنف الهجمات التي شنها حزب الله منذ شهور رداً على الضربات الإسرائيلية في بيروت، بينما كان المفاوضون يواصلون جهود وقف إطلاق النار لوقف الحرب الشاملة. وقال الجيش اللبناني إن ضربة إسرائيلية على مركز تابع له قتلت جندياً لبنانياً وأصابت 18 آخرين في الجنوب الغربي بين صور والناقورة. وعبر الجيش الإسرائيلي عن أسفه قائلاً إن الضربة وقعت في منطقة قتال ضد حزب الله اللبناني وإن عملياته موجهة فقط ضد المسلحين. وقالت إسرائيل إنها استهدفت مركز قيادة لحزب الله في غاراتها السبت على منطقة البسطة، وأسفرت تلك الغارة التي أحدثت دماراً كبيراً وتردد صداها إلى مناطق خارج نطاق العاصمة عن مقتل نحو 30 شخصاً على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.